طيب الجزئية اللي كنت عايز اتكلم عليها المتعلقة بالتعاقدات، وبسمع اسامي كتيرة واسامي مطروحة هنا وهنا، لعيبة هتيجي ولعيبة هتمشي، وانا عايز اكد لكم على جملة واحدة بس، 90% من الاسماء المطروحة على السوشيال ميديا الاهلي ملوش علاقة بيها، 90% من الاسماء المطروحة على السوشيال ميديا الاهلي ملوش علاقة بيها. وما تستغربوش لو لقيتوا الاهلي بعد كده في فتره بعد ما يخلص الموسم ويبدا يشتغل على تدعيمات الموسم الجديد، هتلاقي اسماء مختلفه عن بعض الاسماء المطروحه. ممكن تلاقي اسم او اتنين، عشان كده انا بقول 90%، لكن من ضمن ما يقرب من 10 15 اسم الكلام ده مش حقيقي، لان الاهلي اصلا لو هيدعم هيدعم في اطار محدود دون الخوض في المراكز الفنيه، بس بتتكلم في 3 4 لعيبه. الأسماء المطروحة ممكن تلاقي منهم اسم ولا اتنين لو الأهلي بيفكر فيهم، ولكن في أسماء أخرى الأهلي شغال عليها مش موجودة ولا مطروحة على السوشيال ميديا، ودي ميزة التفكير الخاص بالتعاقدات خلال الفترة الجاية. في أسماء ممكن تكون أسماء كبيرة جدا الناس عارفاها، والناس عارفة إن اللعيبة دي لعيبة كبيرة ومتألقة ومكسرة الدنيا، ولكن محدش فكر ان ممكن الاهلي يتعاقد معاه. لا، ممكن الاهلي يفكر في الاتجاه ده، وممكن يكون الاهلي شغال في الاتجاه ده، وممكن يكون الاتجاه ان انت بتشتغل بامور سريه في ملف التعاقدات وعندك اسامي تانية بيتم طرحها على السوشيال ميديا عشان تقدر تخلص الملفات اللي محدش يعرف عنها حاجه الا اصحاب القرار اللي بيفكروا في التخطيط للموسم اللي جاي. فانا مش هقول نصيحه، هو جمهور الاهلي بقى عارف مين اللي بيقول الخبر الصح ومين اللي بيقول الخبر الغلط، مين اللي ليه هدف، مين اللي ليه انتماء في سكه معينه اللي عايز يرمي بالونه. فانا باكد لكم الاهلي بيشتغل على ملف التعاقدات بشكل سري للغايه، والاسماء اللي مطروحه على السوشيال ميديا بنسبه كبيره جدا لا يفكر الاهلي في ضمها خلال الفتره الجايه، والاهلي بيفكر على تدعيمات في مراكز محدده بترشيحات من كولر للعيبه ليها اسم ووزن كبير جدا، عشان المرحله الجايه الاهلي عايز يكسب كل البطولات اللي هيخش فيها، عايز يعمل نفس المرحله الاستثنائيه اللي كانت موجوده من 2005 ل 2008. جيل كان بيخش الخمس بطولات، يوم ما بيخسر بطوله بتبقى بطوله الكاس، الفريق خد اجازه بيلعب بالصف الثاني، ممكن يوصل فاينل يكسب يخسر، لكن البطولات الاساسيه كاس عالم انديه بتروح تلعب على الميداليه وعلى مركز متقدم، دوري ابطال افريقيا بتكسب البطوله، وعايز تحافظ على القوام اللي معاك، لان انت عندك قوام برضو على فكره، ما فيش فرقه في مصر ولا في افريقيا عندها القوام ده. يعني برضو من الامور الغريبه اللي انا بسمعها، الاهلي بيفكر في لعيبه كتير قوي، لعيب في نص الملعب ولعيب في راس الحربه ولعيب في مركز الدفاع وحارس مرمى وي وي والكلام ده كله. واساسا يعني لو بصيتوا على القوام وبصيتوا على التشكيله وبصيتوا على قائمه الاهلي، افضل لعيبه في مصر، افضل لعيبه في افريقيا. لما الاهلي يفكر في 10 15 لعيب، امال الفرق الثانيه عايزه تعمل ايه؟ تعمل فرقه كامله بقى؟ لا، الاحتياجات هتبقى في اطار محدد، والاسماء مش بنفس ما انتوا بتسمعوا على السوشيال ميديا. ودي الجزئيه اللي كنت عايز اتكلم فيها، عشان الكلام الكتير اللي بيتكتب في السوشيال ميديا في موضوع التعاقدات اللي لسه ما اتخدش فيها قرار بنسبه كبيره، لان لسه الموسم مستمر لغايه نهايه شهر 7. امتى الاهلي يبدا يعلن عن التدعيمات والصفقات والامور دي؟ لما يتم فتح باب القيد، لما الموسم ينتهي بشكل رسمي. وانتوا عارفين مدرسه النادي الاهلي دايما، لما يبقى في حاجه انتهت بشكل رسمي وبطريقه ممكن تعلن فيها الاهلي بيعلن. بس هل يجوز ان انا اعلن والموسم شغال؟ لا طبعا، سواء لعيب انا بفكر اجيبه او لعيب عندي حتى بفكر ممكن اطلعه اعاره او حتى ابيعه او يتم تسويقه خلال الفتره اللي جايه. فكل حاجه بتبقى ليها توقيتات معينه، ومش محتاج اشرح كتير، الناس كلها عارفه الاهلي دايما بيفكر ازاي في هذه الجزئيه. ولكن في ملف التعاقدات صدقوني زي ما بقول لكم، والله العظيم بتحصل رحلات خارجيه فيها شغل لمسؤولين في النادي الاهلي محدش بيعرف عنها حاجه، في ناس بتروح تخلص في تفاصيل ومحدش بيعرف عنها حاجه، والاسماء اللي بتلاقوها كتير على السوشيال ميديا وبتتردد كتير رايحه جايه، ممكن تلاقيها بالونه طالعه لهدف معين وانت اصلا بتخلص في موضوع تاني. فاستنوا شويه، النادي الاهلي زي ما بيفرحكم في البطولات، اكيد الناس المسؤوله عن التخطيط لقطاع الكره في الفتره اللي جايه بيحضروا بشكل كويس جدا عشان يفضل القوام ده والتشكيله دي افضل تشكيله تلعب بيها الدوري ودوري الابطال، وانت عندك بطولتين ب 11 مليون دولار، دوري السوبر الافريقي الكسبان هياخد 6 مليون دولار، كاس العالم للانديه الكسبان هياخد 5 مليون دولار. فانت داخل في بطولتين في اقل من 6 شهور
بتنافس على 11 مليون دولار. فبالتالي لما تفكر في صفقات وتدعيمات انت بتفكر عشان تبدا تنافس على البطولات القويه دي. دور السوبر وصلت فاينل كسبت خدت 6 مليون، كاس العالم الانديه الماكسيمم للبطوله البطل 5 مليون، ولكن وصلت مثلا خدت رابع 2 مليون، خدت مركز ثالث وميداليه برونزيه 2.5، لعبت فاينل وبقيت مثلا تاني او وصيف تتكلم في 4 مليون دولار. فارقام كبيره جدا محتاجه تحضر لها بشكل كويس عشان النادي الاهلي زي ما نجح في الفوز ب 6 مليون دولار في النصف الاول من 2023 داخل في منافسه على 11 مليون دولار في النصف الثاني من 2023. طيب.